متمسك بالمعايير الجيولوجية، متمسك كذلك بحافظنا من خلال صناعة القوة اللي هو زيادة، سواء كانت اقتصادية، سواء كانت سياسية، سواء كانت اجتماعية. حديث مكروه على إشكالات تاريخية، يتحدث عن مسألة الحكومة الجزائر أن يكون لديها تمثيل سياسي في الفترة الزمنية المحددة. السلام عليكم ليكيب، بصح تكونوا بخير وعلى خير. جوله جديده في عنابة، وميزا جور كالعاده عندنا كل يوم، كل يوم ان شاء الله فيديو على عنابة ان شاء الله. و معنا عامل كل مره وين نروح وكل مره وين يدينا نكتب. حنا بدينا نصوروا الساعه راهي 11، حنا في لابلاسيت اليكسيس لومبير سونتر فيل، بداو عملنا اولى مال عربي يوم الحل. الحياة راهي شوية بين شوية سخانة خفيفة. هناك من يلاحظ ليس فقط خاص بالمغرب، كاينة شوية سيركيلاسيون. هو التيار الحقيقي، يعني هو التيار ديو لاري بوسكارا. السفير ما يخش بنطاق حدوده القانونية في البلاد في العاصمة وانتهى، ما يخش يعني زي ما كان يتصرف بعض السفراء قبل الحراك ولا قبل الحراك. لا الآن في تنوع ما، لكن أكبر شيء لما جت ضربة بتاع قطع علاقات مع المغرب هو هذا الدول المتحالفة والأمريكا، لكن مش نتصور يعني الجزائر كيف هذه، أكثر قرار شجاع قامت به الحكومة الجزائرية من الاستقلال اليوم هو هذا، زيد على أنه كذلك يهمنا شعب الجزائر، موسكو، بيكا، يعني كل المحاور راهي تظهر بأن يعني وهذا كثير من هناك من يقول كثير بأن يرفع فرنسا إلى أنها تغير مقاربتها في النظر إلى هذه الدول، تعوض ربما أنها تلجأ إلى الاستثمار والاستغلال السياسي في مثل هكذا. من طرف شعبها
شاب شاب يعني صراحة يعني خوان على روحه وكذا وش تجيب لي صح يزيد نشرك معنا كذلك في الحوار عن جبهة الحرير الوطني سمير الحكوش. صباح الخير سيدتي. صباح الخير تعادل وصباح الخير لضيوفك. أهلا وسهلا بك سيدتي على أمواج الإذاعة الوطنية. لا شك أنكم تابعتم على مستوى حزب جبهة الحرير الوطني هذه التصريحات. قراءتكم فيما يتعلق بهذا التهجم الساخر حيال الأمة الجزائرية وحيال يعني الجزائر؟ نعم نعم شكرا سيدي. إذن نحن في جبهة التحرير ندين بشدة ما قاله الرئيس الفرنسي ماكرون، وهذا يعودنا دائما إلى ما قاله الرئيس غاب الهواري بونيزين لما قال إذا رأيت فرنسا غيرابية فأعلم فإننا في الطريق الصحيح. إذن قرارات الدولة الجزائرية مؤخرا هي قرارات سيادية ينخرط فيها كل الجزائريين من أجل احترام كرامة المواطن الجزائري، وكذلك على ماكرون أن يحترم العلاقات بين الدول. ماكرون حس اعتقادي أنه ما عندوش ثقافة واسعة ولا يعرف تاريخ الدول اللي يتعامل معها، لأن التاريخ الجزائر اللي هو يقول اذكروا ان كان لكن لديكم امه، فنقول له احنا نذكروك باللي تاريخ الجزائر يبدا بالدوله النوميديه في القرن الثالث عشر قبل الميلاد، واول ملكها جايا، وبعده جاءوا الشادو، وهذا الجزائريين اللي هو يحتقرهم الان يقول كلام يعني لا يليق بمقام الرئيس، نذكره كذلك بان الجزائر اهانت ملكه ليكاتوه في سنة 1689 لما فرضت عليه الجزية، يعني كان الفرنسيين يدفعون الجزية من أجل يعني الجزائر ترضى عليهم. أنا حسب اعتقادي وحسب ما أراه أن ماكرون فقد شرعيته وفقد يعني شعبيته مع الفرنسيين، وهو مقبل على انتخابات رئاسية، ولذا يلعب على الأوتار، مرة يتعاطف مع الحركة، مرة يطعن في تاريخ الجزائر حتى ينخرط بعض الفرنسيين الراديكاليين والعدائيين للجزائر في لكسب ثقتهم. ولذا أنا حسب ما نشوف أنه هذه يلعب في أوراقه الأخيرة، وماكرون لا مستقبل له، لأن الدول تبنى على العلاقات، تبنى على الاحترام المتبادل، تبنى على احترام تاريخ الدول، لأننا شنا الآن أرانا يعني بعد خاصة بعد هذا التاريخ المجيد للجزائر اللي يشهد له العدو ويشهد له الصديق. الجزائر الآن تعطيها الأرقام الرسمية 5,630,000 شهيد، هذا من المفروض أنه هو اللي يدعو المجلس الوطني بتاع فرنسا والنواب ومجلس السينا الفرنسي انهم يعتذروا للشعب الجزائري، لانه كان تاريخهم عار على الفرنسيين اللي يطالبون بالديمقراطيه ويتبع بحقوق الانسان. فرنسا كانت تستعمل الاباده الجماعيه، كانت تعمل التهجير، كانت تقتل المداشر. احنا احفاد هذا الشهداء والمجاهدين، لن نرضى ولن نسكت ابدا ان يمس تاريخ ابنائنا وابائنا واجدادنا. ربما نتقبل ان يكون حوار عصري ويكون نقاش على طاوله وان يكون يعني بمعامله رابح، لكن التاريخ لازم ان يمجد التاريخ، ان تحترم الجزائر بتاريخها، لان كما قلت لك احنا احفاد هذا الشهداء. لن نطرق يعني ولو ورقة يلعبها فرنسا من أجل مصالحها. سيدة سميرة كركوش عن حزب جبهة التحرير الوطني، أعود مجددا على الاستوديو معك تحديدا سي عبد الرحمن سعيدي، حركة مجتمع السن. هذا التخبط الذي نلاحظه في خط سير ماكرون، يعني من جهة يبدي الود للجزائريين، من جهة ثانية يعني يقوم بمهاتفة سيد رئيس الجمهورية، من جهة أخرى يكرم الحركة ويبدي بهذه التصريحات. هذا الثنائية في وهذه الازدواجية مثل ما تفضل وذكر أستاذ مكي دكتور مكي، ما الذي تدل عليه هذا؟ هو إذا صح التعبير نختصر، أول حالة سياسيا تعتبر حالة مرضية سكيزوفرينية، هذه من جهة.
ولكن نخرج من الحاله المرضيه ان هذه سياسه الابتزاز. سياسه الابتزاز الذي تمارسها فرنسا منذ ان خرجت طردت من الجزائر تمارس الاستبداد. كل ما تكون لها فرص سواء لتبتز به الجزائر كانت دوله جزائر دوله فتيه عرفنا تلك الاتفاقيات لقيت ايران وغير ذلك ومسار مفاوضات الذي كيف كان ولكن كلما كانت الجزائر حازمه صارمه اولا حازمه في قضاياها السياديه وفي قضاياها ثروات وغير ذلك مثلا ما ننساش قضيه عمليه التامين من المحروقات هذه كلها عمليه استرجاع المؤسسات من مؤسسات الاذاعه والتلفزيون كل هذه القضايا كانت مواجع بالنسبه لفرنسا الاستعماريه وفرنسا النيو استعماريه فنقول باللي هذا اللاعب الذي شوف لما نتكلم على ماكرون تبعته منذ فتره منذ قبل ان يترشح لما زار الجزائر وهو مقبل على الترشح وكيف كان خطابه عندما يتكلم انه من جيل ما بعد الاستعمار بمعنى احمد ولكن هو موجود في المنظومه متحكمه في قرارات ومسارات الدوله الفرنسيه والنظام الفرنسي ومره انا سمعت رئيس الجمهوريه لما تكلم وعلى تصريحات موجود لكن نظن باللي التصنيف النيو استعماري وزيد المصهين من خلال المصهين لان الان هو الذي يملي هذه السياسات وما نعرفين بان ماكرون هو ابن المؤسسات الاربعين الاقتصاديه الكبرى ابن الشركات العابره القارات وهذه راهي متضرره على مستوى الاقتصاد العالمي والدولي متضرره على المستوى الداخلي فاذا نظن هو انا لا يمكن تفسر انه يلتقي بحركه ويكلم رئيس جمهوريه غدا معناه ان هؤلاء الحركه خانوا هذا الوطن وهذه الحركه لهم مستعار ان هذه الحركه هم الذين تعاونوا مع المستعمر وتكرمهم وتحطهم في مقام ثم تتكلم مع رئيس جمهوريه ذات سياده ما معنى الرساله التي تريد ان تصل هذه رساله اقل ما يقال عنها هو احتقار وبعدين كنت انت اشرت كلمه كنت انتبهت لها مليحه هي لما قلت ان الجزائر لم يكن رد فعل على هذا اللقاء مع الحركه لان اصلا اذا باش نختصر الحركه اولادكم اولاد فرنسا بمعنى اطلاقا لما لم يرى ذلك الرد جاء التصعيد اكثر اللي تناول في عباره عن دردشه ومخلفه ديال الكلمون وكلام سيء لان اول مره الكلام سيء تحس ان هناك املاء نظر يتكلم الكلام العدائي الابتزازي الفرنسي الصغار ما عارفينه موافين وسمعوا في عده مرات عبد القادر في الجزائر في الاقليم في افريقيا في كذا تعامل الجزائر بالتبعيه بالوصايا هذا موالفناه لان لكن هذه المره تدخل اكثر الى منظومه الحكم الان كانه تدخل ما تكلمش على الجزائر ككل انما تكلم عن الجزائر في عمق مؤسساتها جيد وهذا التصريح من الرئيس الفرنسي يعني عاده ما منصب رئيس الجمهوريه يكون اكثر توازنا لانه يمثل تيارات سياسيه مختلفه وبالتالي تصريحاته تاتي وسط يعني يرجع ويسدد ويقارب الان عندما يصل تصريح من مثل هذا من طرف رئيس الجمهوريه لاننا نتحدث عن ايمانويل ماكرون الشخص نتحدث عن إيمانويل ماكرون الرئيس بكل ما يستدعيه منصب الرئيس من ثقل سياسي في دولة يقال على أنها فاعل في هذا المحيط المجاور لنا ألا وهو الاتحاد الأوروبي هل يعكس هذا ما دمنا أننا وصلنا سفاك بطبيق جبهة المستقبل ما دمنا أننا وصلنا إلى أن منصب الرئيس أصبح يعني واضح في كلامه بين قوسين تهجمي عنصري في الإقالة التاريخية حيث عن أمة ما دام أننا وصلنا إلى هذا المستوى هل يعني أن الطبقة السياسية يعني حدث عنها ولا حرج؟ لا نعم وفي المفروض أننا لما نتكلم عن فرنسا الرسمية نعم وهو رئيس الجمهورية
بما يتكلم بهذا الكلام ويتدخل في شؤون داخلية تاع دولة مستقلة بتصير. نعم. مما يثير للنقاش بعض القضايا التاريخية التي ظلت عالقة وظلت يعني في تجاذب وفي استعمال العلاقة التاريخية الدائمة من أجل احتقار أو التهرب من المسؤولية بتاع المستعمر واللي كانت الضريبة تاعه غالية غالية جدا. ونحن كجزائريين كلنا أحفاد للشهداء والمجاهدين اللي حقيقة حروا هذا البلد بالدم بالدماء ودفعوا بالأجل الغالي وهم مستعدون من أجل الدفاع عنها أكثر دون شك ما تشهده الجزائر من تغير سواء انتقال بالنسبة للأجيال أو استقرار أو كذلك التحرك بالنسبة للمجال الحيوي متاحة الإقليمي أو الدولي وما تريده وما تهدف إليه في قادم الأيام دون شك أقلق فرنسا الرسمية وأقلق فرنسا الاستعمارية وأرادت أن تثير بعض الملفات التاريخية واللي هي في الحقيقة اعتراف ضمني كما قلت ببشاعة هذا المستعمر واللي هي كذلك نريد أن تبعث الريبة وتبعث الشك داخل أوساط السياسي. فاليوم الطبقة السياسية مطالبة أكثر من أي وقت من أجل التجنف أكثر ببناء وعي حقيقي التوجه إلى معركة الوعي من أجل خلق لحمة وطنية أو جبهة وطنية من أجل مواجهة هذه التصريحات وهذه الأشياء التي تصدر من عدو الأمس ولدون شك ظل دائما في كل محطات يعني بتشارك الجزائر دائما يكيل بمكيالين أو يحاول أن يغرس خنجر من أجل زرع الشك ومن أجل العودة إلى لطف البلاد. فاليوم دون شك السياسيون هم واعون بحجم التحديات وكل أحزاب سياسية فعلينا أن نقوي الجبهة الداخلية وعلينا أن نتجه إلى خطط التنمية ببناء علاقات قوية. لا عيب أننا نتكلم عن فرنسا الحاضر ولكن في إطار دولة ذات سيادة مستقلة في إطار رابح في إطار بناء علاقة شراكة لا نتهرب من الجانب التاريخي. هناك جانب ثقافي هناك ما يربطنا بفرنسا هناك جالية موجودة فدون شك حال الوقت كذلك هذه الجالية تلعب الدور بتاعها سواء داخل الجزائر سواء خارج الجزائر. وبالتالي على ما أظن لما يصل الأمر إلى السياسيين الرسميين وإلى سيدة الجمهورية حال الوقت أنا يكون عندنا موقف حازم حقيقي تجاه العلاقة مع فرنسا وبالتالي حتى نعطي درس للأجيال القادمة بأن الآباء نتاعهم كانوا على صدق وفعلا هذه أمانة تنقل إلى الأجيال القادمة وكذلك نبعث رسالة بأن الجزائر اليوم كذلك قوية وكذلك الجزائر غير مستعدة أنها ترجع إلى الوراء بأسلوب يعني بأساليب بتاع احتقار بل بالعكس الجزائر اليوم تنشد مستقبل جديد وقادة تحمل المسؤولية تاعها وكذلك يجب أننا ننوع العلاقات تاعنا مع باقي دول العالم دون شك النظرة الاقتصادية العالمية الجديدة خلقت نظرة جديدة وبالتالي نخرج من التبعية والهيمنة كذلك تقوية الاقتصاد والصناعة نعم دكتور محمد سعيد مكي فرنسا يعني إذا استقرأنا ربما أحداث 15 يوم التي مضت نلاحظ أنه فيه جملة من يعني الأطراف التي لم تعد فرنسا تتفق معها بداية باتفاق الصيد مع بريطانيا وهذا يعني ملف كبير وكبير جدا كذلك إلغاء وأشار إليها الأستاذ سعيدي يعني إلغاء صفقة الغواصات الأسترالية يعني وهذه قيمتها المالية يعني كبيرة كبيرة جدا بالإضافة إلى ذلك تنصب دول مثل رومانيا مؤخرا وسويسرا كذلك من عدد من الاتفاقات ضيف إلى ذلك عدد من الدول الإفريقية هذا ما يعني أنه هناك رياح غير ملائمة الآن بالنسبة لفرنسا نعم يعني استكمالا لما قاله الزملاء وفي نفس الوقت في نفس التيار أو ما شفناه يعني من سنين قضية السترات الصفراء اللي راهي حتى الآن مش مرتاحة زادت مع فترة الكوفيد ويعني جائحة كورونا إنه الشعب الفرنسي يعني فيه تململ كبير مش متقبل فما بالك لما تروح يعني القضايا الاقتصادية لما تتزعزع لك يعني اتفاقيات كنت أنت في صدد يعني تطبيقها وراح تدخل لك أموال كثير وإذا بيت روح عنك هذه زيد على أذان كما قلت أن الجزائر حس بأن الجزائر تبتعد ولهذا هو هذه اللعبة استراتيجية جودوغو يعني دارها من أجل به يسترجع يعني يظن بأنه سيسترجع الرئيس الجديد بعد يعني فترة
يعني راح يعني يساعد حتى ينال مشروع. نعم نعم هو هذه ما كانش يعني هو عارف بأن الجالية الجزائرية لها دور كبير في الانتخابات وتقدر تتغير الوضع، فينتظر أن الحكومة المركزية تمد يعني بالتصويت له أو كذا، فيقول لك يعني أنا نخلق هذه الضجة. وبعدين هذه طريقة استراتيجية مدروسة يعني كثير، أنه لما تحب تقسم الأمة عن النظام وتقول أن النظام عسكري، مؤسسة عسكرية ومؤسسة سياسية، نخبة يعني موجودة معهم بس هم بعاد عن الشعب، وهذا حتى اختصار استميل الشعب اختصار هذه الجالية الجزائرية وكذا. هذه كلها طريقة يعني ضرب استراتيجية معروفة يعني، ولكن للأسف أنه الخطة كانت قوية كما قلت. شوفوا إذا البارحة المغرب في 8 نعم تقضي منا باش نطلع اليوم كذلك كذلك الجزائر قرار سياسي استقلالية القرار من صنع القرار الجزائري انها منعت على برخان المرور في الاجواء الجزائريه يوم اخر قرار. هل جاء تصريحات ماكرون هناك من يتساءل صح الحاجه ربي يسهل المغرب هذا الذي تمادى كثيرا مع الجزائر لمده سنوات والان يعني فيه عمل حتى يعني المغرب الى الروابط الاساسيه. ليكيب جبنا المكتوب احنا هنا سنكلو في لي تور تاع السنكلو الفوق وانا نتبعوا في الحكاية دي يحكيوا على ماكرون مناف ما تبعتش والصراع لا بصح حصولي راهي الدنيا مقلبة على ماكرون مناف وش قال ما شفتش من بعد نشوف محاولات العربية وما فشلت. قاتلوا الجزائر ما فيش وساطة بيني وبين المغرب هذا السيد يعني وهذا المخزن راهو تمادى وقام اشياء كثيرة ضد الجزائر خلاص انتهى انا وصلنا لهذه معناها وسحب السفير خلاص يعني معناها قبل قرار الحرب. لكني لظروف ان يعني احنا جيران بلد جار مع بلد جار وفي نفس الوقت هو الجيش الصحراوي او يدي له فطرايا او شعب الجيش الصحراوي او كل يوم او من نوفمبر السنه الماضيه 13 نوفمبر الى غايه اليوم راهو مهنينا منه كل يوم راه يدي يعني. فاذا واش بقى له؟ زيد البترول اتوات الانبوب والانبوب اللي مر والغاز اللي كان يديه وخاصه ان اسعار الغاز راهي تطلع الان البترول والغاز اكثر فاذا كيفاش راح يقدر يشد هذا؟ فلكن خلينا نخلو نبقوا في فرنسا اللعبه اللي قام بها ماكرون هي كانت هو يريد ينقذ روحه ويقول لك يمكن يمد لي اليد ويتصلوا بي الجزائريين وكذا ويتصل بي الرئاسه ما دام انا دفنت وكذا وما سمعش من الرئيس تبون اي كلام يعني محرج حقيقه انه دائما في خطاباته يعني عارف ان اهم حاجه عندنا هو انه الجاليه تكون مستقره. الجاليه الان الجزائر عندها يعني متعاملين اقتصاديين في كل المجال وعندنا كما قلت ان المحور الحقيقي اللي راه موجود الان على الساعه هو موسكو وبيكا ويعني والمانيا وهكذا. اذا اعطيناه هو بعض يعني الصفقات هو من اجل بس استقرار يعني جاليتنا هذا هو اذا اعطينا لفرنسا، لكن ماهيش فرنسا اللي كانت قبل الزاويه اللي كانت يعني وراحت زايدت له كل يوم زادت وزيد احنا كما قلنا الايكواس هذه والله الا المنظمه ذي ظهرت بانها حلف اطلسي جديد. في جو من الاستبداد للشعب الجزائري حتى يغطي على فشله في سياسته، كذلك الجو الاوروبي الان الدول الاوروبيه اللي بدات تفقد اولا صلابتها وبدات تفقد تماسكها، انت تعرف يعني بعد ذهاب ميركل ومجيء رئيس اخر لا ينخرط في افكار ماكرون، المره يعني اللي جات كان مشكل مع امريكا، يصطنع مشاكل مع الصين، يصطنع مشاكل مع روسيا، اذا هذه حتى البرازيل لم تسلم. نعم نعم حتى البرازيل ولم تسلم يعني لما نعم يستعمل واحد يعني السياسه العدائيه ربما تدخل في استراتيجيته لكسب اصوات الجاليه. لكن انا حبيت نذكره فقط صحيح ان جزء من الجاليه الجزائريه تعارض النظام الجزائري لكن التاريخ هو يعني جزء من كل الجزائريين، تاريخنا تاريخ الشهداء مقدس وانا يعني اتحدث من منطلق
الكيب نضربوا طلع البحر ونكون كملوا الحكايه هي موجودين في الجاليه الجزائريه تهضروا على كل شيء ما تهضرلوش على تاريخ الجزائر ما تهضرلوش على الشهداء وهذا الشيء ماكرون عاشو لما تلعب الجزائر الكره يعني الفريق الوطني الجزائريين يفدوا العلم ويحطوه له في لاتوريتال يحطوه له في الفيليزي يحطوه له هو يعلم جيدا بان مش لازم يلعب بتاريخ الجزائر لكن هو يلعب على هذه الاوطار ربما في اعتقاده انه يؤثر على الحكومه الجزائريه ان تتنازل على بعض القرارات لكن انا اظن بان القرارات قرارات الحكومه الجزائريه ولا رئيس الجمهوريه هي قرارات سياسيه طالب بها الشراك طالبها الشعب الجزائري نريد تصحيح الاوضاع نريد ان تكون لنا كرامه امام فرنسا ان تعاملنا كشعب مستقل عنده سياسه وان تكون الحوار على الطاوله وتكون عليها انتحاب يعني تكون رابح ان تكون مصلحه شعبنا لكن ان يحترم التاريخ كذلك فقط فيما يخص كتابه التاريخ انا نقول للبلاد نعود نكتب التاريخ وبشهادات شيعيه لان مازلنا ذكر روح الدشور مازلنا ذكر المدرسه والقران مازالت الناس تعاني من اللي خلاته فرنسا من الاوضاع اللي خلت من الامراض اللي خلتها فرنسا وتكون على شكل شريط وثائقي يبث وينشر على فضاءات عوامل كثيره لكن من العوامل اللي برزت وفرضت وجودها وصبحت هي الميزان هو العامل الاقتصادي عن الميزان فلا يمكن لدولة مثل الجزائر بثروات بقدرات اقتصادية هائلة بما حبها الله عز وجل من إمكانات على مستوى تحت الأرض وفوق الأرض والطاقة البشرية والشجاعة الأرض أن تبقى الجزائر تبتز من هنا وهناك أو يضغط عليها من هنا وهناك وتتعرض لمؤامرات ولدساس خاصة من طرف أنا أسميهم نيو استعمار من فرنسا فحان الوقت وطبعا بدأت بمؤشرات كثيرة أن المبادرة الاقتصادية عن طريق أولا استثمار ما عندك من طاقة وقدرات تقوية الاقتصاد بنظرة عصرية تقدرش تعالج قضية اقتصادية بنظرة قديمة بتوازن قديمة نظرة جديدة على كل المستويات على مستوى الإنتاج على مستوى الاستثمار على مستوى الشراكة هذا أيضا تنويع الشراكة الاقتصادية لأن هناك دول في العالم أذكر منها دول اقتصادية قوية تعتمد على غانيون غانيون ربح ربح بمعنى ما تعتمدش على على الابتزاز الاقتصادي او على تسليط السيطره ما يعطيكش التكنولوجيا كثير فنظن ان الجزائر المسار الاقتصادي مهم للعلاقه ثانيا هناك مسار اخر اللي هو في القوه وهو حمايه الوطن اللي هي القوه العسكريه لان في العلاقه الدوليه الناس لا تؤمن بالضعفاء لا تؤمن بالضعفاء هذه الدول التي كانت قويه اقتصاديه انظر هي كانت قوه عسكريه الامكانات العسكريه اللي عندها تحمي وما يغيظ ما يغيظ فرنسا وحلفائها والمغرب وحتى الصهاينه ما يغيظ وهو هذه القوه العسكريه وامتلاك الجزائر للجيش الوطني الجيش الوطني ثانيا الشيء اللي انهم يرى انه دائما الخطاب تاع ماكرون في حواره حبل كما تفضل دكتور لكن ما قال اراد ان يفصل بين لكن سبحان الله العظيم اراد ان يفصل بواقعها بما هو شر بمعنى اراد ان يفصل الشعب عن 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 الحكم وعن نظام الحكم وعن المؤسسه العسكريه والمؤسسه السياسيه بمعنى انه يقول كانه هناك شعب راهينه وكذا وفي نفس الوقت وفي الوقت نفسه يضرب الشعب في عمقه انه يقول ما كاش امه موجوده قبل السنه بمعنى من جهه يلغيك هذا الخطاب يلغيك من الوجود وهذا امر مخالف حقيقه هذا يدل اما انسان اعمى يتعامل مع التاريخ اما حاقد يتعامل مع التاريخ واما ناكر لحقائق تاريخيه انت ما تنساش بلي اول دوله اعترفت بامريكا هي الجزائر وامريكا تقر بهذا وثائق رسميه واشنطن جورج واشنطن وذا اول دوله اعترفت بوجود امريكا الولايات المتحده واول ايضا دوله اعترفت بالحكومه المؤقته هي امريكا وهذا معروف دور امريكا في ايام استعمار الجزائر استعمار فرنسي دور كيندي الجزائر دور كيندي اذا هذا يدل باللي
أن هذا الخطاب ما حبش يسلم بأن الجزائر تتحرك نحو اقتصاد، نحو استقلالية القرار السياسي، نحو استقلالية في كثير من برامجها، أن الجزائر تتحرك بمنظور جديد، أن الجزائر الحراك الشعبي اللي كانت تراهن عليه كثير من الأطراف داخل فرنسا وفرنسا بذاتها تراهن أن هذا الحراك سيمتن علاقة فرنسا بالجزائر، سيعقد صفقة القرن صح التعبير بين الجزائر وفرنسا، لكن أن هذا الحراك وشفنا خطابات الحراك كنا في حرك فيها كيف كانت الناس قال لا لا باريس لا كذا، كان الحراك واضح في موقف من باريس. إذا حبيت نقول باللي الآن رانا في الطريق اللي لابد من أن نعمق عملية تنويع الشراكة، عملية تنويع الشركاء، عملية استثمار قدراتنا وطاقتنا، وأننا ما عندناش شيء اللي نخافوا عليه في هذا البلد. هناك لحمة تأكدت بين الشعب والدولة الجزائرية، بين الشعب وقدراته، بين الشعب والموقف الشعبي يريد أيضا أن لا يبتز كل مرة من هذا فرنسا. كان مسألة أخرى نمر عليها وأنتم تأشرتوا هنا باش نعتبر لأنه موجود خطاب في الساحة الفرنسية يشبه ويدفع ومن خطاب الذي يعني نعم الجانب الاقتصادي ودوره في هكذا بروز يعني قوة فاعلة ليس فقط في ميدان دون آخر، ولكن حضور اقتصادي هذا الكثير من الملاحظين يؤكدون على هذا الدور، والجزائر ليس ببعيد أن تطلع بهذه الأدوار. ستظل الجزائر عصية الجهة الصح وخاصة فرنسا بفضل تضحية أبنائها، بفضل إخلاص أبناء الوطن إلى الوطن، وبفضل كذلك المسؤولين الذين يسعون حقيقة من أجل تقوية مقدراتهم. دور شكل العمل الاقتصادي يلعب الدور نتاعه، وخاصة نشوفوا لهم حرب اقتصادية كبرى، نشوفوا فيه الجزائر حقيقة لديها ما يؤهلها لأن تكون قاطرة باقتصاد إفريقي أو قاطرة في بعد إقليم متوسطي، دون شك ما أقلق فرنسا وما يقلقها هو المستقبل الذي تفضله الجزائر من خلال ربط علاقات اقتصادية قوية ومن خلال تثمين ما هو داخلي والاعتماد كذلك على الثروات البشرية بتحوز الجزائر والابتعاد على الوصاية وعلى الأماكن التي تؤثر فيها فرنسا. فالتحرك والتحرك الذي أضاف إليه الشعب الجزائري وعيه من خلال التدافع الإيجابي اللي لاحظناه منذ الحراك إلى يومنا هذا، والمضي نحو بناء شرعية حقيقية من خلال مؤسسات القادرة تتخذ قرارات قوية. ما هي قرارات قوية؟ القرارات الجريئة اللي تخلي مثل هذه التصرفات تتحط في مكانها وتتخذ كذلك من أجلها قرارات اللي تكون حازمة فاصلة من خلال كل مؤسسات الجمهورية، والبرهن كذلك على قدرتنا من خلال الإنجازات الاقتصادية والعمل التضامني اللي يقوم به الشعب الجزائري. فعلى ما أظن هي فرصة مواتية للجزائريين والجزائريات حتى أننا نتمسك بتاريخنا المجيد ونتمسك كذلك بالمؤسسات الجمهورية اللي تواجه التحديات وعلى رأسها دفع البلبلة والشف والريبة ومحاولة إنقاص دور الجزائر التاريخي أو الدور تاعها في البعد الاستراتيجي الدولي. أستاذ محمد سعيد مكي، نعم. كلمة في الختام حول ربما هذا نعم. هو علينا أن نستغل الهبة الوطنية اللي راهي ممتدة من أيام الصيفة هذه ومن حالة الكوفيد، وفي نفس الوقت لازم ما نعطيش فرصة لأنه هو لقى فرصة في قضية الشباب اللي راه يروح. الشباب نشوف له ندير له مرحلة جديدة أنه يصبح يعني في انتشر يعني عادة انتشار اقتصادي واجتماعي في الولايات في العمق الجزائري. شكرا جزيلا لك دكتور محمد سعيد مكي، شكرا كذلك منصور فاتح بطبيعة جبهة المستقبل، عدفنا سعيد حركة مجتمع سلم، سمير كركوز شباب ينتشر من بعد روح نقرأ شو ها ماكرون وش دا وش دا حتى نتخلق تاليه الدنيا كيما نشيو قهوة دي كيف كيف جبنا المكتوب. احنا هنا وين الفيدرو نطلعوا نعديوا على كاروبي نورمالمون سمي عندي كبير شتا كيف قفلوا عليها طريق يا خويا
D'accord. حلي حلي درا معقد من بوزيواني من طوش من طوش دي طول في يديهم بكافة من الزلات صحونا بس عشقا يديروا لي طولة دي طول في يديهم بكافة من الزلات لما نحت بوس يا بيس متعمق جبنا المكتوب هنا وين ناوين سانتانا هاديو على اوريتي لي بارا ناديو على جسمو ندخلو على زعفرانية هاكا نقصو باسكو طريق تاع كات شومان راهي مقفول سيركيلاسيون كبيرة
خامسة. نورمال نهرب على الحافر بركة يعني مش غفار يعني نهرب على الحافر مرون بوند على المحافر وبتشوف كيفا سيركيلاسيون كبيرة تسمى الفيديو لهنا لازم نحبسوه ليكيب كما راكم تشوفوا سيركيلاسيون كبيرة نكملوا الفيديو تاعنا هنا بركة ان شاء الله تكون عجبتكم الجولة ولكم نتلاقاو غدوة سلام عليكم.